نشرة الأخبار مع بهاء الدين الأنصاري وأمل غازي. أهلا بكم مشاهدين الكرام، هذه نشرة منتصف النهار والبداية مع الأبرز. من مقر الشرطة الاتحادية الكاظم يتعهد بتلبية مطالب جرح القوات الأمنية، والاستخبارات تطيح بأكبر عصابة لتجارة المخدرات. رافعا جلسته إلى إشعار آخر، مجلس النواب ينهي مناقشة موازنة العام الحالي وجدل نيابي حول استقطاع رواتب الموظفين. المفوضية تدعو منظمات دولية وسفارات عربية وأجنبية لمراقبة الانتخابات وقانون المحكمة الاتحادية ما بين التشريع والتعديل. قبل أيام من تنصيب بايدن، إجراءات أمنية غير مسبوقة في الولايات المتحدة، وFBI يحقق في دعم أجنبي لاقتحام الكونغرس. مرحبا. تعهد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي خلال لقائه جرح وزارة الداخلية في مقر الشرطة الاتحادية بتلبية جميع المطالب الخاصة بهم، وأكد الكاظمي وجود خلل كبير بتوفير الدعم لهذه الشريحة الكبيرة من الجرحى ممن لم يخلصوا أو يحصلوا على حقوقهم. وأشاد الكاظمي بدور أبطال الشرطة الذين ضحوا بأنفسهم ونالوا الشهادة، متعهدا بمتابعة قضايا الشرطة المصابين. في توفير الدعم لشريحة الجرحى المصابين، المعقول أن هذا الشباب يقدمون عز معتهم ويتعرضون للإعاقة، بعض الإعاقة الشاملة، والحكومة والدولة تبقى متفرجة؟ ليش هذا صار؟ وهاي الحالات ما عمرها شهر شهر، عمرها بعضها فترات طويلة، فلأن هناك تقصير واضح من قبل الدولة، من قبل الحكومات، أقولها بكل صراحة. البعض راح يزعل علي، يقول ليش انتقد حكومات سابقة؟ لا انتقدها، لأن الحكومة والدولة العلاقة بينها وبين المواطن هي علاقة حقوق وواجبات. مثل ما يقدمون أبطالنا ويقومون بواجباتهم، علينا الحقوق أن يستحقوها غير منقوصة. اليوم إن شاء الله نعمل على تذليل كل العقبات والتحديات. الكاظمي وخلال اللقاء أكد أن سبب تعقد ظروف البلد يعود إلى سوء الإدارة، مشيرا إلى الاستمرار بعقد اللقاءات مع جرح وزارة الداخلية لمتابعة حجم الإنجازات المتحققة. ظروف البلد صعبة، معقدة، وضع اقتصادي معقد، وارجع أقول التعقيد صنعته سوء الإدارة، مو وضع معقد، لا، عدم القدرة على الإدارة هي عقدة الأمور. إحنا اليوم جينا نعالج كل هالمشاكل، السيدة وزيرة الإسكان موجودة، وزير الصحة موجود، كل الأشياء اللي تحتاجوها وحقوقكم سنعمل على تذليلها. نحتاج الصبر ونحتاج نحط آليات للتصحيح ونحط فريق عمل للمتابعة. أتمنى لكم كل التوفيق. هذا ليس راح يكون لقاء الأول والأخير، راح يكون لقاءات متعددة بين فترة حتى نباوع حجم الإنجاز اللي حققناه خلال لقاءاتنا المستمرة. السيد مدير المكتب موجود، مطلوب منه يتابع ما نوصل إليه من توصيات، وكذلك الإخوان في الطبابة وزارة الداخلية يعطونا تصوراتهم في معالجة الكثير من التحديات لغرض تذليلها. في عملية استباقية كبيرة نجحت مديرية الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع بالإطاحة بإحدى أكبر العصابات المتخصصة بتجارة المخدرات في البلاد، وتتكون من 20 متهما، فيما تتواصل عمليات التحقيق وبشكل سري لإلقاء القبض على بقية أفراد العصابة.
كتيبة الاستطلاع الخاصة بالاستخبارات العسكرية تكشف نتائج عمليتها الاستباقية التي نفذت ضد أحد أكبر العصابات في البلاد. 20 متهما قبض عليهم بهذه العملية، وبحوزتهم أكثر من 6500 غرام من مادة الكريستال، وما يتجاوز 14,000 حبة مخدرة ومواد أخرى تستخدم لحقن المخدرات وبيعها. تفكيك أكبر شبكة إجرامية مختصة بتجارة المخدرات في العاصمة بغداد، والتي ترتبط بقيادات من عناصر إجرامية مطلوبة للقضاء العراقي، التي تعمل ضمن عصابات الجريمة المنظمة في تجارة الأسلحة والمواد المخدرة بأنواعها المختلفة، حيث تتنوع تلك المواد في تجارة الحبوب المخدرة، مادة الكريستال، المارجوانا والحشيش الأفغاني. العصابة تمتلك أسلحة متنوعة وعجلات ودراجات نارية لنقل المخدرات ومبالغ مالية لمزاولة أعمالها. الاستخبارات العسكرية لم تكشف عن هويات المتهمين لاستمرار التحقيقات، ووعدت بالقبض على بقية المجرمين. هذا ما وجه به السيد القائد العام القوات المسلحة الأستاذ مصطفى الكاظمي بضرورة متابعة وملاحقة تجار المخدرات وليس فقط المتعاطين. احنا نأكد على انه نضرب الرؤوس خاصة في عصابات الجريمة المنظمة، عصابات المخدرات. تم القاء القبض على 5 عجلات، الدراجات النارية 4 دراجات، الأسلحة 3 بندقية و4 مسدس و4 رمان. من مهام وزارة الصحة يعني من الناحية العلاجية هو عملية إزالة السمية من الشخص المدمن، وهاي عملية طبية معقدة تحتاج إلى مختصين في هذا المجال. وتؤكد كتيبة الاستطلاع الخاصة أنها حصلت على معلومات جديدة عن بقية المجرمين، وقد حددت الأهداف خارج العاصمة، وعملية متابعتها جارية حتى اللحظة، وسيعلن عن التفاصيل لاحقا كون العصابة من أخطر عصابات الجريمة المنظمة. من بغداد ياسر عامر، العراقية الإخبارية. جهد استخباري كبير تبذله وزارة الداخلية في مطاردة العصابات الإجرامية، والذي أسفر عن تفكيك أكثر من 4,000 جريمة خلال عام 2020، مما أسهم بانخفاض معدلات الجرائم الجنائية. وزارة الداخلية تؤكد كشف العديد من الجرائم الجنائية من قبل دوائر مكافحة الجريمة، وتشير إلى انخفاض ملحوظ بمستوى تنفيذ الجرائم في ظل إجراءات ومتابعة وخطط أمنية ناجحة تلاحق أهم العصابات الفاعلة وتلقي القبض على أبرز عناصرها. بذلت وزارة الداخلية من خلال وكالاتها المتعددة، وخاصة وكالة شؤون الشرطة، وأيضا الجهد الاستخباري، جهد كبير في هذا الموضوع، أسفر عن الكشف على أغلب الجرائم التي ارتكبت خلال العام 2020، مما أسهم بانخفاض ملحوظ بالجريمة الجنائية، كشف أكثر وأغلب هذه الجرائم وبأوقات قياسية، يعني لا تتجاوز عمر اكتشاف الجريمة 72 ساعة. وتواصل مديريات وأقسام مكافحة الإجرام في بغداد تنفيذ عمليات ناجحة أسفرت عن القبض على أخطر العصابات الإجرامية وبوقت قياسي، مما أسهم في انخفاض مستوى الجريمة إلى مستوى متدني. اكتشاف الجريمة السريع ورد الفعل السريع، بالإضافة إلى هناك دوريات ليلية في كل مكان ودوريات مشتركة، أيضا لدينا ونحمد الله أنه اكتشاف الجريمة بأسرع وقت، وهذا يدل على ثقة المواطن بينا. كذلك نسبة الجريمة في بغداد الآن انخفضت أكثر من 40%. تم متابعة كافة الجرائم، ولدينا إحصائيات في كشف 4 خيوط لترويج المخدرات في قاطع جرام أبو غريب، وكشف 3 جرائم قتل كانت غامضة وكانت خيوطها غامضة بشكل تام، وأيضا كثير من جرائم السرقة تم الحد منها، وتقريبا شبه قضينا على كثير من حوادث السرقة ضمن قاطع جرام أبو غريب. أيضا تقريبا 4 خيوط لتجارة المخدرات والترويج، وأكثر من 100 حادث سرقة مكتشف خلال هاي الفترة، خلال 3 أشهر اللي عبرت. وقد أكدت وزارة الداخلية مكافحتها وتفكيكها أكثر من 4,000 جريمة خلال عام 2020، مشيرة إلى رفع مستوى متابعة الدوائر الأمنية وتشكيلاتها العاملة في بغداد والمحافظات،
لتحقيق الأمن والاستقرار. من بغداد، حسام التميمي، العراقية الإخبارية. أنهى مجلس النواب مناقشة مشروع قانون الموازنة ليرفع جلسته إلى شهر آخر، وأكدت اللجنة المالية النيابية استلامها 162 طلبا متعلقا بمشروع قانون الموازنة، مشيرة إلى أن تحديد سعري برميل النفط وصرف الدولار في قانون الموازنة من اختصاصات الحكومة، وأن تنفيذها يتطلب تخفيض حجم الإنفاق الكلي وتفعيل القطاع الخاص بشقيه الصناعي والزراعي. من جانبه، دعا نائب رئيس مجلس النواب بشير الحداد إلى بذل جهود من قبل الكتل واللجان النيابية بالتعاون مع اللجنة المالية لتمرير قانون الموازنة، ودعا الحكومة لاتباع سياسة تقليل النفقات وتعضيد الإيرادات لتقليل العجز المالي. مجلس النواب ينهي مناقشة مشروع قانون الموازنة الاتحادية للعام الحالي على وقع 162 طلبا وملاحظة من النواب والكتل النيابية على مجمل فقرات الموازنة ومواديها. وبحسب برلمانيين، فإن أغلب الملاحظات انصبت على ضرورة تخفيض حجم الإنفاق الكلي وتفعيل القطاع الخاص لتقليل العجز المالي في الموازنة. كثير من النواب عازمين على تقليل المبلغ الحالي الموجود في الموازنة، أو يكون هناك شفافية أو دراسة معينة بين مجلس النواب وبين الحكومة العراقية، أن تكون هناك موازنة شفافة، موازنة إيجابية، موازنة تخدم أبناء الشعب العراقي. يجب تقليل القروض، يجب أن تكون هناك الموازنة بها تصب في وجود استثمارات، واستثمارات زراعية، استثمارات صناعية. المقترحات الخاصة باستقطاع رواتب الموظفين انحصرت بأربعة مقترحات قدمتها اللجنة المالية، وتتلخص إما بإلغائها كليا أو تقليل نسبة الاستقطاع، وسيعتمد أحدها بعد دراسة المقترحات كافة. الخيار الأول هو ما أتى من الحكومة والقبول به، تقريبا هذا مرفوض نوعا ما. الخيار الثاني الذهاب نحو تطبيق القانون الخاص بضريبة الدخل رقم 113، والخيار الثالث هو رفع سقف المبلغ الذي يبدأ منه الاستقطاع من 550 ألف مثلا إلى مليون أو مليون وربع أو مليون وخمسمائة ألف، والخيار الرابع وهو إلغاء الاستقطاعات. هذا وطالب نواب عن المحافظات بالتوزيع العادل للإيرادات، ولا سيما مستحقات البترودولار ومنافع المنافذ الحدودية، فضلا عن مضاعفة المبالغ المخصصة لدعم البطاقة التموينية وصندوق إعمار المناطق المحررة. من بغداد، محمد جبار، العراقية الإخبارية. أهلا بكم من جديد. النشرة مستمرة، وبشأن الاستقطاعات في الرواتب، أوضحت عضو اللجنة المالية النيابية ماجد التميمي أن اللجنة والبرلمان بصورة عامة يرفضان تلك الاستقطاعات الكبيرة لرواتب الموظفين، لافتة إلى أن الاستقطاعات في الموازنة جاءت بعنوان قانون ضريبة الدخل. ومشاهدينا، للحديث أكثر عن الموازنة المالية ينضم إلينا مباشرة الخبير الاقتصادي السيد حازم هادي. سيد حازم، بداية أرحب بك معنا، يعني برأيك ما هي أبرز البنود في الموازنة التي ستخضع للتعديل بعد إنهاء مناقشتها؟ تفضل. تحية لكم بالبدء ولقناتكم الغراء ولمشاهديكم الكرام. موازنة 2021 هي موازنة غير مسبوقة من حيث حجم التخصيصات المقترحة والإيرادات المتدنية والعجز الافتراضي المتوقع في تلك الموازنة، مما يتطلب إعادة النظر والضغط وترشيد الإنفاق بشكل كبير. إذا ما قارن هذا التخصيصات المقترحة بالإنفاق الفعلي لسنة 20 لغاية تشرين الأول، فإنه مبالغها كلش كبيرة جدا. طيب نعم. سيد حازم، الكثير من النواب أشكلوا على وجود نفقات كبيرة، وكما ذكرت حضرتك قبل قليل في الموازنة، هل ستشهد إذن تلك النفقات تخفيض كما جرى في قانون الاقتراض؟
بالتأكيد لابد أن يكون هناك مراجعة دقيقة لهذه التخصيصات، لأنه حجمها كبير جدا والعجز الافتراضي بها كلش كبير، وبالتالي فإنه الوضع المالي الوقت الحاضر هو شحة الموارد المتاحة أمامه بسبب انخفاض سعر البرميل النفط وكذلك انخفاض الانتاج المحلي، لذلك لابد أنه يتم مراجعة دقيقة. طيب. نعم. طيب سيد حازم، هل فعلا وجود عدم عدالة في توزيع التخصيصات بين المحافظات؟ كيف يمكن إعادة التوزيع وهل ستكون ملزمة للحكومة؟ التخصيصات اللي مقترحة للمحافظات لا سيما الوسط والجنوب يشوبها الكثير من الغبن، لا سيما وان هذه المحافظات قد عانت الكثير من المشاكل والسلبيات التي مرت بها خلال الفترة السابقة، بالإضافة إلى أنها تتصف بكثرة البطالة، معدل البطالة العالية وكذلك معدلات الفقر، فبالتالي فإن هذه المحافظات لابد وأن تكون لها أولوية ورعاية لغرض الخروج من هذه الأزمة اللي تعاني منها، فبالتالي على المجلس النواب والسلطة التنفيذية إعادة التخصيصات بما يتلائم والوضع المعيشي اللي تعاني منها هذه المناطق الوسط والجنوب. الخبير الاقتصادي السيد حازم هادي، بقي أن أشكرك لانضمامك معنا، تحية لك. دعت مفوضية الانتخابات منظمات دولية وسفارات عربية وأجنبية لمراقبة العملية الانتخابية التي ستجري في 6 حزيران المقبل. المتحدثة باسم المفوضية جمانة الغلاي قالت إن وزارة الخارجية زودت المفوضية بأسماء 52 سفارة عربية وأجنبية و19 منظمة دولية، وأضافت أن عدد الناخبين الذين سيشاركون في الانتخابات المقبلة بلغ 25 مليونا، في حين بلغ عدد المسجلين بايومتريا ما يقارب 15 مليون ناخب، بينما بلغ مجموع البطاقات التي وزعت ما يقارب 13 مليون بطاقة بايومترية. بين رغبة بعض الكتل السياسية بالتأجيل والتزام مفوضية الانتخابات بالموعد المحدد، يترقب الشارع العراقي اجتماعا رفيعا يضم الرئاسات الثلاث ورؤساء الكتل السياسية لحسم موعد إجراء الانتخابات منتصف الأسبوع الحالي وفق ما تحدث نواب في البرلمان. الاجتماع الموسع الذي سيضم رؤساء الكتل والرئاسات الثلاث منتصف الأسبوع الحالي قد يقرر مصير الانتخابات النيابية إن كانت ستجرى في موعدها المحدد أو تؤجل إلى نهاية العام الجاري، وفق نواب يرون ضرورة ضمان نزاهة الانتخابات وإجراءها بأجواء أمنية وسياسية سليمة حتى لو اضطر ذلك إلى تأجيلها. هناك مشاكل فنية، هناك مشاكل لوجستية لحد الآن تعاني منها المفوضية. أعتقد يوم الاثنين هو يوم الحاسم لقضية أما معرفة أن نذهب بستة ستة أو نذهب بتاريخ آخر، هذا ما ستفضي إليه الجلسة اللي تمثل كل الكتل السياسية، كذلك المفوضية وكذلك الحكومة. وكشف نواب في اللجنة القانونية النيابية عن عقبات تواجه التزام المفوضية بإجراء الانتخابات في موعدها، وفق مسؤولين في المفوضية أكدوا ذلك خلال اجتماع لهم بأعضاء اللجنة، منها إكمال البطاقة البايومترية لخمسة وعشرين مليون ناخب بالإضافة إلى انتخابات الخارج. قبل أيام كان هناك استضافة من قبلنا إلى مفوضية الانتخابات، كان السؤال حول عملية التحديث. لدينا 25 مليون ناخب عراقي، لحد الآن لم يتم تحديث سوى 14 مليون.
أيضا 12 مليون في البطاقة البيومترية. التحديث متواضع، عملية الجانب الفني تحتاج إلى وقت، مثلا الخارج لحد الآن لم يكن هناك أي إجراءات في يتعلق بتصويت الخارج. وكانت مفوضية الانتخابات قد نفت ما أشيع من تقديمها طلبا لتأجيل موعد الانتخابات خلال الاجتماع مع الرئاسات الثلاث وممثلة الأمم المتحدة. وبين رغبة الكتلي بتأجيل موعد الانتخابات وموقف المفوضية، ينتظر الكثيرون نتائج اجتماع رئيس الوزراء مع قادة الكتلي والأحزاب منتصف الأسبوع الحالي. أحمد عرام، العراقية الإخبارية، بغداد. وبالعودة إلى ملف الانتخابات، تنضم معنا المتحدثة باسم المفوضية جمانة الغلاي. أهلا بك، أهلا بك سيدة جمانة. يعني بداية ضعينا في صورة دعوة المفوضية للسفارات وأيضا المنظمات الدولية لمراقبة الانتخابات المبكرة، كيف نعم. تجري؟ نعم، مرحبا بك بداية وشكرا على هذه الاستضافة. مرحبا بك. مفوضية الانتخابات شكلت لجنة المراقبين الدوليين برئاسة الأستاذ المفوض عباس فرحان حسن رئيس الإدارة الانتخابية الحالي، وتم تنسيق العمل بين المفوضية ووزارة الخارجية لتزويدنا بأسماء وعناوين السفارات الأجنبية والعربية والبعثات والمنظمات الدولية، وتم تزويدنا بهذه الأسماء والأرقام. وقامت المفوضية بتوجيه الدعوات ل 52 سفارة عربية وأجنبية و 19 منظمة دولية. أيضا مجلس المفوضين صادق على إجراءات اعتماد على نظام تسجيل واعتماد المراقبين الدوليين، حيث تضمن هذا النظام أنه تعتمد المفوضية فرق المراقبين حصرا، ولا تعتمد أي مراقب فرد، ولن يسمح بالمراقبة إلا المراقبين الذين ينتسبون إلى فريق معتمد لدى المفوضية، ويقوم مخولهم بآلية التسجيل والاعتماد لدى المفوضية. هناك فقرة أيضا أنه يتكفل كل فريق دولي مسجل لدى المفوضية بتوفير الدعم والتكاليف المرتبطة نعم. بأداء واجباته في المراقبة. طيب ماذا الاتصال، ولا يعني تكون المفوضية مسؤولة عن أي من هذه التكاليف. سيد جمانة، ماذا لمستم من المجتمع نعم. الدولي؟ هل هناك استجابة حقيقية فعلية نعم. لدعوة العراق في مراقبة الانتخابات؟ نعم، زار المفوضية العديد من السفراء. زارنا السفير البريطاني، يعني حسب ما أذكر السفير الفرنسي، الياباني، السفير الأمريكي، زارتنا الكثير من السفراء يعني حسب ما يحضرني الآن، وتقديمهم الدعم الكامل لعمل المفوضية ومساندتهم. فهناك ملامح جيدة للمراقبة الدولية إن شاء الله، التي تضيف وتضفي نزاهة على العملية الشفافة، على العملية وشفافيتها. نعم، أشكرك الشكر الجزيل، كنت معنا عبر الهاتف المتحدثة باسم المفوضية جمانة الغلاي. بعد التصويت على قانون الانتخابات، وجد البرلمان نفسه أمام حاجة ملحة لإكمال قانون المحكمة الاتحادية والتمهيد لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد. يأتي ذلك وسط سجالات الكتل السياسية التي لم تحسم موقفها من تعديل القانون القديم أو تشريع قانون جديد. ما بين التشريع والتعديل، مسألة المحكمة الاتحادية لا تزال على طاولة النقاش بين الرئاسات تارة والمجلس النيابي تارة أخرى، خصوصا أن القانون إذا ما شرع فإنه بحاجة إلى حضور ثلثي المجلس النيابي، أما التعديل فإنه من الممكن أن يمرر بالأغلبية البسيطة. أنا أعتقد أنه القوى النيابية والقوى السياسية يعني ذهب باتجاهين، أما اتجاه تعديل القانون وهو الأقرب والأسرع والأفضل في الوقت الحاضر المقدم من قبل رئاسة الجمهورية، أو الذهاب إلى تشريع قانون جديد، مع بيان حقيقة أن القانون اكتمل بشكل مطلق، قراءة أولى، عدة قراءات، الآن فقط يخضع للتصويت. بعض المواد المختلف عليها خصوصا فيما يتعلق بآلية تشكيل المحكمة الاتحادية، التصويت فيما يتعلق بخبراء القانون، فقهاء الشريعة. وبعد تصويت البرلمان على قانون الانتخابات، بدت الحاجة ملحة بضرورة حسم مسألة نصاب المحكمة الاتحادية، كونها ترتبط بشكل مباشر بالعملية الانتخابية من حيث المصادقة على النتائج والطعون والشكاوى. بعد إقراء قانون الانتخابات وأيضا قانون تمويل الانتخابات، لم يتبقى إلا قضية المحكمة الاتحادية، كون أنه قضية المحكمة الاتحادية هي المسؤولة عن المصادقة على قانون نتائج الانتخابات من جهة، وأيضا النظر بدستورية هذا القانون، ووجودها أصبح ضرورة ملحة لإنجاز يعني
المطالب الجماهيرية والمطالب الشعبية بإنجاز انتخابات مبكرة. وتبقى مسألة تشريع قانون المحكمة الاتحادية وبحسب خبراء القانون تأخذ أبعادا كثيرة قد تؤخر إتمامها، فالخيار الأمثل يذهب باتجاه تعديل قانون المحكمة الحالي الأمر 30 لعام 2005 بدلا من تشريع قانون جديد. من بغداد سجى جاسم، العراقية الإخبارية. استمرار العمل لإكمال قناة الجيش والموارد المائية تكمل 60% من تنظيف المشروع. عربيا وتحديدا في تونس، مواجهة عنيفة مع قوات الشرطة في عدة مدن احتجاجا على تعديلات وزارية. أهلا بكم من جديد. دعت خلية الأزمة النيابية الحكومة إلى إغلاق الحدود مع الدول المجاورة لمدة 14 يوما لمنع دخول السلالة الجديدة لكورونا. مقرر خلية الأزمة النيابية جواد الموسوي قال لوكالة الأنباء العراقية أن الإجراءات الحكومية المتمثلة بوزارة الصحة باتجاه منع دخول السلالة الجديدة خطوة جيدة ومبكرة لمنع انتشار الوباء، فيما أعد التراجع المستمر في عدد الإصابات والوفيات مؤشرا جيدا. بعد انتشار شائعات تسجيل إصابات بسلالة جديدة لفيروس كورونا، نفت وزارة الصحة هذه الأنباء جملة وتفصيلا، بما دعت وسائل الإعلام كافة إلى توخي الدقة في نقل الأخبار كون مثل هذه الشائعات تبث الرعب في المجتمع. لم تدخر المؤسسات الصحية وجيشها الأبيض للآن جهدا في مواجهة كوفيد 19 المستجد، وطالما أكدت أن العامل النفسي يلعب دورا في العلاج، لذلك دعت إلى توخي الحذر في إطلاق إشاعات دخول السلالة الجديدة للبلاد. ندعو كل وسائل الإعلام، كل وسائل التواصل الاجتماعي أن تتخذ الحذر بإطلاق هكذا تصريحات، لأنها تؤدي إلى رعب المجتمع وتؤدي إلى خلق حقيقة مشاكل حقيقية بين الناس. اليوم احنا الحمد لله والشكر الحياة الطبيعية في العراق عادت، بالرغم من أننا دائما نحذر وندعو إلى الالتزام بالتعليمات الصحية، ولكن مثل هكذا معلومات مغلوطة قد تؤدي إلى مشاكل كبيرة بالمجتمع. تعلمون اليوم أي معلومة غير دقيقة تبث إلى العامة ستثير الرعب وستثير المخاوف وبغير محله. السلالة أي سلالة جديدة لا سمح الله في العراق الآن لها علامات، وأحد علامات السلالة الجديدة الخطرة هو ارتفاع معدل الإصابات والوفيات، هذا لم يحدث بالعراق. وكانت بعض وسائل الإعلام قد أشاعت دخول السلالة الجديدة، الأمر الذي نفته دوائر صحية متعددة. احنا عندنا أعضاء بالفريق الإعلامي في كل المحافظات إن شاء الله، وسيتم إجراء اجتماع عن قريب لهم لتوحيد الخطاب الإعلامي الصحي. ولحد الآن لم تظهر لدينا حالات مسجلة بالرصد من السلالة الجديدة. ندوات ومؤتمرات تعقدها وزارة الصحة للتوعية على أهمية الوعي الصحي سواء لجائحة كورونا أو الأمراض الوبائية. من بغداد منشد الأسدي، العراقية الإخبارية. على خلفية ما جاء في تقرير قناة العراقية الإخبارية حول ملف السكراب، وزير الصناعة منهل العزيز أكد في تصريح للعراقية الإخبارية إيقاف عمليات نقل السكراب وتهريبه، مبينا وجود خطة للاستفادة من السكراب بصورة صحيحة لكي يكون داعما لمختلف القطاعات. استمرارية يعني نقله من مكان إلى مكان آخر بطريقة رسمية أو غير رسمية موجود ومستمر. إلى قبل فترة قصيرة صار اتفاق وبدعم كبير من دولة رئيس الوزراء لمحاولة إعادة تنظيم هذا الموضوع بشكل صحيح وشكل قانوني ورسمي. تم منع
يعني تهريب هذا السكراب من كل الأماكن، وإلا من خلال ضوابط دقيقة ومن خلال كتب صادرة من مركز العمليات الوطني، ويصدر خصوصا بتوقيع وزير الصناعة ليكون إعادة للتنظيم والهيكلة بشكل سليم للاستفادة من السكراب العراقي في مصانع العراق الحكومية والأهلية. دولة رئيس الوزراء كان داعم كبير جدا لهذا الملف، ويعني سعينا بشكل كبير جدا، وحاليا احنا نعد خطة حقيقية لإمكانية الاستفادة من هذا السكراب بشكل سليم ودون أي مشاكل، وللفائدة العامة لكل القطاعات والشركات والمعامل العاملة في هذا المجال بالعراق. وفد من رئاسة الوزراء يزور محافظة البصرة للإطلاع على المراحل الأخيرة لاستكمال مشروع معمل الحديد والصلب الذي سيسهم في النهوض بالواقع الاقتصادي لسد حاجة السوق المحلي. لما له من أهمية كبيرة، وصلت إلى مدينة البصرة اليوم اللجنة المكلفة من رئاسة الوزراء لمتابعة المراحل النهائية لاستكمال معمل الحديد والصلب في المدينة، وهو مشروع ذات أبعاد اقتصادية لرفض السوق المحلية من مادة الحديد. معمل الحديد والصلب هو صرح اقتصادي وصناعي ضخم، وهو فخر مو بس محافظة البصرة وإنما العراق كلها. فإحنا اليوم ده نشرف على المراحل النهائية من إعادة تأهيل شركة الحديد والصلب. تشكلت لجنة من قبل رئيس الوزراء منها الشركة ووزارة الصناعة والهيئة الوطنية للاستثمار، وتم التمويل من قبل محافظة البصرة. في الوقت الحالي حاجة السوق العراقي تعتمد على الواقع الاقتصادي. للأسف الآن هناك عسرة مالية، هناك أراضي واسعة وشاسعة، دار مدار المصنع، مخصص المصنع، نتفق مع مستثمرين محليين أو عالميين أو من دول الجوار، نزيد طاقة الإنتاجية مراحل 3 إلى 4 مليون لسد حاجة السوق العراقي. يأتي التركيز على معمل الحديد والصلب في البصرة بعد أن تحولت التوجهات صوب الاستثمار لتحقيق منتج يخدم المستهلك من نواحي الأسعار، إضافة لتوفير الكثير من فرص العمل. آفاق كبيرة جدا ومجال كبير جدا للاستثمار في الحديد والصلب. احنا عندنا حقيقة يعني خطة كبيرة انه ننهض بهذه الطاقات الإنتاجية لنصل اكثر من 1 مليون طن. الان عندما يتم تشغيل واكمال تأهيل هذا المعمل بطاقة تقريبا 600,000 طن سنويا، راح نكون ورقتنا كلش رابحة وكبيرة، ونحن المؤثرين والفاعلين، ونستطيع أن نضع شروطنا من أجل الدخول بالاستثمار. صرح اقتصادي مهم يأتي في إطار السعي إلى تعظيم موارد الدولة للنهوض بالواقع الاقتصادي في خضم التذبذبات الحاصلة من الاعتماد على النفط كدخل رئيسي لاقتصاد العراق. محمد حسن، العراقية الإخبارية، البصرة. تتواصل الجهات الحكومية لإكمال مشروع قناة الجيش بعد توقف دام سنوات، رغم أن هذا المشروع يعد من أهم المشاريع في جانب الرصافة. وزارة الموارد المائية بالتعاون مع هيئة الحشد أكملت نحو 60% من عملية تنظيف المخلفات المتراكمة في قناة الجيش من أجل تسهيل إكمال المشروع. آليات وملكة الوزارة المختلفة باشرت العمل بحسب توجيهات الحكومة العراقية في المشاريع التي كانت متوقفة منذ أعوام. وزارة الموارد المائية وهيئة الحشد الشعبي وغيرهما أكملتا 60% من أعمالهما في قناة الجيش بما يتعلق بتنظيفها من المخلفات المتراكمة، حيث من المؤمل أن تكون متنفسا مهما للعاصمة بغداد. وزارة الموارد المائية أخذت أيضا جزء كبير من هذا المشروع، أعمال التطهير أكثر من 60% من طول هذه القناة الوزارة أنجزتها، بالإضافة إلى هناك أعمال التبطين الذي متضرر المتروك سابقا، وأيضا وجهنا الدوائر الوزارة بتجهيز الزميج لغرض إطفاء جمالية أخرى على هذا الموقع. بلدي يمر بضائقة مالية، لابد من تكاتف الجهود. الحمد لله الجزء الأول 10 كيلومترات الأولى كانت بعهدة الحج الشعبي، أنجزنا الجزء الأكبر من عندها ولم يبقى إلا القليل. الجزء الثاني هو بعهدة أخوتنا في وزارة النفط، كل إحنا الآن متعاونين. جهود قد تفقد أهميتها ما لم تنهي أمانة بغداد مسألة تصريف المياه الثقيلة في القناة التي تسبب أضرارا بيئية وخدمية في ظل الإمكانات المحدودة للمؤسسات الحكومية ونقص الأموال التي قد تعوض في حال إشراك القطاع الخاص بهذه الجهود لإكمال المشاريع بحسب وصفهم. نعاني من عندها حاليا هي وجود المياه الآسنة المستمرة التي ترمى داخل القناة. لحد الآن احنا بهذا اليوم صباحا أثرنا على عدة أنابيب
ترمى بها منها المياه الآسنة من المجاري من مناطق المجاورة للقناة، وهذا يؤدي إلى إعاقة العمل. ضروري إشراك القطاع الخاص مع جهد الدولة للحصول على نتائج اقتصادية وبيئية وتوفير أموال أيضا وتشغيل أيدي العاملة. ضروري جدا تحريك جميع المشاريع المتوقفة والمتلكة حاليا منها قناة الجيش. رغم صرف الأموال الكبيرة لكنها لم تر النور، مشاريع استراتيجية كبيرة ومهمة كانت في حال اكتمالها ستضفي ألقا وجمالية على العاصمة بغداد وأهلها. عباس نعم، العراقية الإخبارية، بغداد. دوليا مشاهدينا، يجري مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي تحقيقا في دعم حكومات أجنبية أو منظمات قدمت دعما ماليا لتنفيذ الهجوم على مبنى الكونغرس. ذكرت مصادر أمنية أن التحقيق يدور حول أموال كبيرة تم تحويلها إلى مجموعات يمنية قبل أعمال العنف.